شرف لنا كلاعيبة أن نشوف علم قطر فوق عالي في السماء. الفرحة والفوز أن أنت راجع بالذهب لا ديرتك شيء. أكيد أكون متحمس لأن يعني كأول بطولة أحب أثبت نفسي وأرفع اسم قطر. تحضيرات بطولة الآسيوية مش نفس تحضيرات كأس العالم، نوصلوا لدرجة أنه 3 تمارين في اليوم يعني على مستوى عالي، يعني مثلا ركض الساعة 7:30 الصبح، حديد الساعة 10:30 في الليل، عندنا كرة يد هاندبول ساعتين. 3 مرة آسيا هذا إنجاز ما حد سواه في آسيا أعتقد، يعني شيء إنجاز. وتحافظين على هالبطولة 3 مرات وإن شاء الله هالألعاب الآسيوية نكملها بعد ثاني مرة إن شاء الله. إنك تكون لاعب في منتخب كبير نفس منتخب قطر هذا هو نفسه موتيفيشن، يعني هو فخر يعني. لعبة جماعية مش لعبة فردية، كل واحد يتكلم ويشجع صاحبه، الدكة برا هم يشجعوننا ويكلمونا عشان الروح العالية تكون موجودة ونكون مركزين في المباراة. يعني ليلة المنافسة يعني بيننا كأخوان نقول لهم خلوا التليفونات خلوا اللابتوب عنكم بس هالليلة، يعني اللي لأن في ناس خبرت متعودين 24 ساعة تليفون، فنحاول نقلل من فترة التليفون، يحاول ينام يركز لأن وراء مجهود كبير اللي هو الفاينل، يعني بيكون ضغط عليك، ضغط المدرب، ضغط النتيجة، فضغط المباريات اللي تلعب 5 مباريات في 7 أيام يعني، ولازم ريكفري ولازم هذه كل تدخل يعني في الاحترافية متاع اللاعب. كلنا أخوان، ما في هذا أكبر مني هذا أصغر مني، تمرين كله ضحك، يعني فاميلي في منتخب واحد، فعشان كذا الحمد لله ربي موفقنا إن شاء الله. بديت هاندبول وأنا عمري 6 سنين، كان أخوي الكبير البطولات اللي كان يأخذها أنا بألعب نفسه وبسوي نفسه، فحبيت اللعبة. يعني كأخوي علي علم ما تكون سلبي وايد، مهما حد جابك سلبية ولا شيء تكون إيجابي، حتى لو خسرنا وهاي كل بطولات صغار بدها تكون بطولات. مثلاً إذا قال لي هاي شيء سلبي فأنا من نفسي داخلي يعني أعتبر إن هاي شيء محفز لي، مثلاً فيني نقطة ضعف لازم أطور هالشيء. لاعب البلاي ميكر اهم شيء يكون بصاحب لياقه عاليه، اكثر انسان يلمس الكوره، تمارين التقويه العضليه للرجلين تساعد كثير في القفز في الركض في قوه الفند حتى في قوه الشوت. تجيك نوع دفاع لازم تتعامل معه في خطه، لازم نوع دفاع ثاني لازم تغير الخطه، فهمت؟ فالبلاي ميكر هو نفس ما تقول مدرب داخل الملعب. الهدف اللي انا بوصل له ما نرجع واهل قطر فخورين فينا ان شاء الله. طعم الفوز غير، طعم الذهب غير. الذهب غير.